ازيك حضرتك عامل ايه؟ نعمة وفضل الحمد لله. الحمد لله. حضرتك انا كنت متجوزه ومعايا منه ولد، واتفصلت منه ومعايا منه ولد، دلوقتي عنده 8 سنين. ما يعرفش عنه حاجه. اتجوزت تاني وقعدت معاه، التاني ده قبل ما اتجوزه اتفقنا ان الولد هيبقى معايا. طيب. ووافق بكل شيء. طيب. بعد كده يعني ايه، كنت بوافق معاه باي حاجه، وابنه كمان قاعد معايا، يعني ابنه طيب. كبير سنه رابعه قاعد معايا. يعني ابنه من زواج اخر. أو طيب بعد يعني كده واحدة يعني على انتوا واحدة عندك إيه؟ يعني ابنك وابنه موجودين معاكم في نفس الشقة. أو طيب وبعدين؟ بصيت بعد كده لقيته رفض ابني يقعد معايا. طب ما احنا ما متفقين على كده، يقول لي لا ما يقعدش معايا. ليه بقى؟ حصل لوحده كده والله، طيب انت عايزة لوحده كده. بعد كده رحنا منفصلين عن بعض. ليه بقى؟ يعني انا ما ببقى تعبانة وفي اي حاجة ما بقولوش لا على اي شيء، طيب بس اول ما بتعب ويحصل لي اي حاجه بيروح جاي يرميني عند اهلي، ولما ببقى كويسه بيروح جاي يرجعني تاني الشقه، وبيسيب لي 20 جنيه من الصبح سلام. لغايه بالليل لما بيجي. لا حول ولا قوه الا بالله. طب فين السؤال يا فين السؤال يا استاذه ايه؟ دلوقتي انا لما ببقى تعبانه بيروح يرميني عند اهلي، ما بيسالش فيا خالص. انتوا دلوقتي لسه متزوجين؟ انت قلت ان انفصلتوا رجعتوا لبعض تاني. لا ما رجعناش تاني لبعض. ففين سؤالك بقى؟ دلوقتي اللي هو ايه، مش بيبعت لي فلوس مصاريف للولد. يعني انت بتقولي دلوقتي ان انت دلوقتي هو طلقك وانت في العده دلوقتي، او ان هو انت عندك ما عده بيبعتليش مصاريف. طيب يبقى انت في العده فما عندكيش، ما بيديلكيش مصاريف للولد ابنه، ولا ما انتوا ما قلتليش انتوا خلفتوا مع بعض ولا لا؟ خلفنا واحنا مع بعض. ايوه فعندك معايا منه ولد. ولد ده انت خدتي ابنك كمان معاكي، ابنك الطفل ده معاكي، فهو ما بيديكيش نفقه للولد، وكمان ما ادالكيش انت العده بتاعتك، نفقه العده ولا نفقه المتعه ولا اي حاجه. وش ربنا طيب ما خدش منه اي شيء. الطلاق ده كان على الابراء، يعني في الطلاق ده على ولا المأذون؟ الطلاق عند المأذون. ايوه. طب الطلاق ده كان على الابراء؟ طيب يبقى هو المفروض ان هو يديك نفقه ابنك بس، ما انا مش عارف الابراء كان وصل الابراء على كل حاجه، نفقه العده ونفقه المتعه وكده، فخلاص يبقى هو واجب عليه ان يديكي نفقه الولد، ولو ما ادالكيش نفقه الولد ده يبقى ظالم، وانت ارفع بعدين امرك. انا كمان عندي حاله، انا ممكن ابقى قاعده كده وابص الاقي خنقه تجيلي ومراره تجيلي، وابص الاقي جالي تشنجات طيب وما ببقاش قادره منها. دي حاله عصبيه. انا نصيحتي لحضرتك ان احنا ممكن نعرض حد عشان ناخد دعم نفسي، لان طبعا ده باللي انت تعرضتي له، الزيجتين اللي انت تعرضتي لهم دول ممكن يعملوا مثل هذا الحالة عند حضرتك، لكن زوج حضرتك ده من أعظم الاسم أن يضيع من يعول. عليك أن أنت تعطيها نفقة الولد ده وتساعدها كمان باعتبارها أن هي كمان بترعى هذا الولد.